رشاد محمد عثمان المفتي رحمتي باب من سالي هزار نوسة دوازة لقراتي لقرش تشيه لدعيك بوا تاكو سبي ششي سرتاي لقرا لهولية تواوي كدوا دواي باوشي ديني رتا أزهر بو تواوي كديني خوي نكي طبيعي بيشوي بس أزهر هل لاي بابي إجازي ملايتي وقرتيا باكو سالي هزار نوسة ترشاش برياري داكا بزماني خومن خطبه بدا او يكم زار كبسر من بركوت دسكر با خوين دنوي خطبه جمعه بعربي و بكردش يعني بهر دو زمان او يدك بيسر با عربي بو يا زمانه كان تربو بلا باكم كردي كردي لا من بري بو يكم زار خطبه با زماني كردي و با شوزاري حولير ودوري بري حولير بو هو كارك خلكان تزور حتى لجندكان دور بري هوليري وناو هوليري دعتنا مزجوت خرابو تيجيشتون جوداني خطبي رشاد مفتي تكر بزماني خويامبو لا أو كتابنا زور كونا ومكتبة كش كونا أو مكتبة كده بشتى منا زيادة لسياسة 50 سنة 8 يعني هر بس مكتبة كا كتابة كايش جيشت مرحلة بيز قال مخطوطات جيشت مرحلة أويك شملي أويبك كبقات ناو ثقافي شو نوار شو أغلب كتاب كان لسالي 1800 وأنا تاب كرا إلى مطبعي بولاق لمصر باب لبر أوي خريزي أزهر بو تقليدي نبو لك على كاني خوي لقر أحداث الروزانة درويش لسه مثلا سالي 1961 باس لوي كراكا خلق تويتا مانك خلق كابيان غريب وطون دبي بشر بسسر مانك دقو دبي بتي وآياتكاني خواي ببيني زيادة الإيماني بخواي ديني لبن أوي خطبكاني زيادة ل 1800 خطبة تقريبا هيا وميدوار من الآيين دا بكتابك باسي جاني كومالاتي وعلمي وثقافي ذكرت نك تقليدي ما نوي كرد لزمانك لبرهندي اگر اما بتوانين زمانك بباريزين هيز دجمنك ناتواني اقتحامي زمان مامكا دتواني جغرافيا در مامكا انفال مامكا لي مامبدا بلام زمانك بيناغوري لبرهندي كرم اگات النخوبي حتى بيدغوتين اگر تندي بيتامكري ناي من دالكانتان بناوك لبنان نك ناوك كشر مزار بي لخوي ناوك لقر قومية خود بكون زيت تار كتابي تاب كرايا لقر شش كتابي تاب نكرا وميدوانك اوش تاب كين كدادا نشتن باسي دين وفلسفة وتاريخ باسي قا زور تشيشي ناو خلقه كدكرا وصار سركاني تومو او بو كدائم خلكان العصر ودادنشتن تاكو نيوجي مغرب نيوجي مغرب بكرا دتونوا او واحد بردوان بوتاكو وفاتي لايلولي سالي 1992 كوفاتي كد بو روجتشي ميجوي لهوليري تقريبا زياتر ل نيوي هولير بكر جنازه كتن تاكو برديان خبرستاني عائله كلا لا بعدا ولا من يجدرا